كاين الشعب برمته والطبقه المثقفه ايديت انتليكتوال في الداخل وفي الخارج رافضتكم رافض تام. تبو انت والناس اللي معك خونه خونه بكل المواصفات. اصلا زدتوا حركه وتربيتوا حركه وكبرتوا حركه وليتوا رجاله وتخدموا حركه. كي نقول رجاله يعني كبرتوا في العمر ماشي رجاله وليتوا ذكور كبار، لانه قضيه الرجله ما تعرفوهاش انتم، انتم شميت. كبرتوا حركه وحاليا متسلطين على البلاد على اساس انكم حركه عبيد للاقدام البيضاء. الشعب قال الكلمة تاعو، لا مجال لحل الأزمة السياسية بوجود تفون على رأس سلطة تنفيذية تعيينا من المافيا ومن الأقدام البيضاء اللي متسلطة على الجزائر. لا مجال. والحقيقة انكم انتما فويوات، يعني ناس بانديه، استعملتوا بانديه لتكسر الحراك. دايوغ مسيو رحمان، الاجتماع تاع تبون بالمجلس الاعلى للامن فينالمون كان باش ينفذوا الخطط البلطجيه. ربما من اجل البطاطا والله شكاين البلاستيك. داروا كاع مجلس الاعلى للامن باش يهضروا على البطاطا. البطاطا ولا البلاستيك؟ دونك فينالمون المنشار كي ايكخي قال لك بو مونتخي سا بون فوا عبد المجيد تبون انونس اون بيس دي بخي دي ساندويتش فخي توميليت. ايه المنشار اصدق قولا من كل الصحافه الجزائريه. قال لك وبيانتو يبا فوار لا يبا يفون غي اكزاميني لي بخي دي ساندويتش شاورما. ايه هذا هو النيفو تاعهم. مسيو رحمان حاسبين الشعب جيعان، تعرفي علاش؟ لانهم هما جيعانين رغم الملايير اللي داوها مازالوا جيعانين، لكن الشعب ماشي جيعان، الشعب طالب الحريه. الشعب الجزائري حاليا طالب الحريه، طالب الاستقلال. سي رحمان لا سيتياسيون بوليتيك اكطويل ان الجيري كوم علي بون دركا راح نتحدثوا بلغه نوعا ما تقنيه سياسيه خاص لي يفهم يفهم ماشي المشكل تاعنا الناس ما يفهموش. اللي ما قادرش يفهم ما نتهموش اهل الفهمه، مادام موش اهل الفهمه يريح في النيفو اللي راه فيه. دركا الوضعيه السياسيه حاليا وضعيه حرجه جدا. نو سون فاز ان كريز بوليتيك كي ا ديباسي سكون ابل لالجيري et ses institutions intérieures. Là, on va faire face à une crise à l'extérieur de l'Algérie, extramuros, donc face à nos frontières. La situation en Libye, ou d'ailleurs en Libye, عرفت تطورات جد خطيرة. هذا بالإضافة إلى الوضع العام في دول الساحل. مع تواجد القوات الأجنبية القوات المسلحة الأجنبية من مختلف الدول منها فرنسا، أمريكا، روسيا وبعض الدول المتواجدة بطريقة تقنية أو بطريقة غير مباشرة. الآن حالياً الوضع في ليبيا يقتضي من القيادات، هنا نتحدث مع القيادات العسكرية ما نتحدثش مع تبون ومع القرلوات اللي معاه باسكو عندي انا ما يعني والو كاشخاص كتقنيين كتكنوقراطيين او حتى كعناصر سلطه تنفيذيه ما نهضرش معاهم كاع لانه النيفو تاعي ما يسمحليش نهضر لهم. دونك انا نهضر مع القيادات العسكريه في الجزائر وما كان لها يلعبوها في فرعنا والله يفهموا خير منا. الوضع الحالي في ليبيا يقتضي ان الجزائر على جناح السرعة يجب أن تتخذ تحركات دبلوماسية في كل الاتجاهات
ابتداء من تركيا، فرنسا، أمريكا، روسيا، كذلك الصين بطريقة غير مباشرة. هذا على وجه الدبلوماسي، من أجل أخذ ضمانات وكذلك الإعلان عن التدخل الحتمي من الناحية العسكرية والأمنية في ليبيا. شرق ليبيا ومساندة حكومة سراج أصبح ضرورة حتمية من أجل إيقاف زحف الإمارات والسعودية من شرق ليبيا نحو الغرب. رقم واحد. اثنين، على الجزائر من الناحية العسكرية التدخل، لأنه نحن الجزائر اللي راح نكونوا مهددين في الحدود متاعنا. مناش محتاجين للدولة العثمانية جينا من مضيق البوسفور باش ترتب أو تثبت أمر في الحدود الجزائرية. قوات المسلحة الجزائرية والقيادات الجزائرية عن الكفاءات الوطنية الكافية من أجل حماية الجزائر خارج الحدود الجزائرية. الخاين صالح الله لا يرحم له عظم، مثلا نقولوا عليه كافر ولا واش حبيته، الله لا يرحم من عندي انا، لكن ربي يحب يرحمه يرحمه، لكن حبي يسخطوا يسخطوا، هذا قضيه الهيه ما ندخلش فيها، لا يعلم الغيب الا الله. لكن بالنسبه لي انا ندعو له ان رب العالمين يدخلوا جهنم وبئس المصير. الخاين صالح ارضاء الامارات تاخذ وضغط واستعمل استراتيجية أن الجزائر تغمض عينيها على الأحداث اللي تصار في ليبيا. هذا من أجل واش؟ من أجل أنه يمد الأولوية إلى القوى الأجنبية، الدول القوية المتدخلة في ليبيا، وكذلك إلى دول الخليج على رأسها الإمارات والسعودية والحليف نتاعهم السيسي. ما نقول الشعب المصري لأنه الشعب المصري شعب شقيق، لكن السيسي خبيث بالقيادة تاعو اللي معاه، داعمين إلى حفتر. حفتر هذا إلى الشعب الجزائري في حرب تشاد انبطح انبطاح، يعني ما كانش حتى قادر على قيادة رغم الإمكانيات اللي كانت عنده أعطاها له القدافي. حفتر هذا سيتان لاش جبان وليس قيادي عسكري. حفتر هذا يعتبر شكارة تاع زبل